الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مشروب شتوي مع بعض، اللي هو الحلبة المحوجة. اول حاجة معانا معلقتين سمنة بلدي من اللي كنا عملناها مع بعض، هسيب لكم رابط في نهاية الفيديو. هنحط معلقتين كبار من السمسم احمر او ابيض، 3 معالق كبار حلبة محوجة، يعني معلقتين سمسم كبار وثلاث معالق حلبة محوجة كبار برضه، على معلقتين سمنة في الاول كبار. مع التقليب المستمر وننزل بالمية كده زي ما انتم شايفين، مية باردة. بنسيبها بقى على النار، بنحاول ان احنا لو في اي كلاكيع بنفكها بمضرب السلك. وهنضيف دلوقتي السكر حسب الرغبه، الذره النهائي بعد ما خلصت، وبالهنا والشفا.